يسرنا أن تنضم معنا هنا في الاستوديو الدكتورة فاطمة العطية، وهي استشاري الجلوكوما والماء الأبيض في مدينة الملك سعود الطبية. دكتورة صباح الرضا، أهلا وسهلا بك. صباح الخير جميعاً، يعطيكم العافية، حياكم الله. الله يبقيك. يعني مع الاحتفال بالأسبوع العالمي للجلوكوما، أيوة طبعا، أهمية الوعي، أهمية وجود المعلومات عن الجلوكوما تحديدا دكتورة. طبعا مثل ما قلت، الاحتفال باسبوع الجلوكوما العالمي حدث عالمي على جميع مستوى العالم من مدة فترة طويلة، وعندنا في الجمعية السعودية لطب العيون نفس الشيء ترعى هذا الاجتماع، وجميع المؤسسات الطبية في جميع أنحاء السعودية تحتفل فيه في الأسبوع الثاني من مارس كل سنة. أهمية هذا الحدث هو التوعية بمرض الجلوكوما، لأن المرض الجلوكوما مرض صامت، مرض بدون أعراض، ممكن أن المريض يصاب فيه وهو ما يعرف. إحنا عندنا محلياً بالسعودية نسميه مرض السويرق، من تصغير للسارق، يسرق النظر، هو سارق للبصر بدون ما المريض يشكي من أي أعراض تخليه يجي يسألنا أو يشوف الطبيب عشان يحصل على العلاج. فهنا تكمن أهمية التوعية بهذا المرض. نحتاج أن إحنا نوعي جميع الفئات المعنية علشان أنهم يتوجهون لطبيب العيون لزيارة مرة في السنة على الأقل، يتأكدون أنهم ما هم مصابين بهذا المشكلة، نتلاحقها في بداياتها، لأنه لو تلاحقناها بيكون بإذن الله وقاية وحفظ للنظر. يعني تحدثتي أنه هو مرض صامت، وأنه المفروض الواحد دائما يكون في كشف دوري سنوي على العين بحيث أنه يكتشف إذا كان هناك مشكلة ما في العين. صحيح. طيب إحنا لما بنروح نكشف عند دكتور العيون ما بنقول إيش المشاكل اللي عندنا، مثلا لو أحد محتاج نظارة حيفصل النظارة ويمشي بالضبط. لو أحد عنده حساسية حيقول عندي مشكلة الحساسية ويمشي، ما حنتكلم عن شيء إحنا ما إحنا حاسين فيه. بالضبط، عشان كذا إحنا سوينا هذا الموضوع، علشان كذا صار الموضوع مهم بالنسبة لنا كأطباء نحن نوعي في فئات معينة اللي هي يجب أن هي متتوقع، يعني نقول أن هي تروح تكشف عن هذا، تتأكد أنه هي ما هي مصابة بهذا المشكلة. في فئات معينة اللي هي مثل ما قلنا الناس اللي عندهم تاريخ مرضي في العائلة، أي أحد في عنده أحد من أفراد العائلة، الوالدين أو الأخوان أو الأقارب، الأعمام، الأقارب من الدرجة الأولى، يجب يكون أحرص من غيره أنه يروح لطبيب العيون. إحنا ما نقول بشكل دوري، يعني على الأقل لو مرة في السنة يروح لطبيب عيون، يتوجه له يقول له أنا عندي مشكلة، أو مثلا عندي أحد من أفراد العائلة عنده مشكلة الماء الأزرق. في الناس اللي برضو المعرضين لهذه المشكلة، أي أحد خلينا نقول فوق الأربعين، فوق عمر الأربعين تزيد خطورة الإصابة بمرض الجلوكوما، فيجب أنه على الأقل واحد وصل إلى هذا العمر أو أكبر شوي أنه يروح لطبيب العيون يتأكد من صحته، أنه أنا جاي الموضوع الكشف المبدئي إذا في مشكلة عندي في الجلوكوما. في الناس اللي عندهم قصر شديد بالبصر أو طول بالنظر نفس الشيء، هذول يعني عندهم مشكلة في تركيبة العين، هذول برضو يحتاج أنهم يشوفون طبيب العيون مرة بالسنة على الأقل. فعشان كذا احنا حريصين ان احنا نوعي العالم مثل ما قلت لك، لانه المريض ما راح يشكي من شيء، فيحتاج انه هو يبادر بنفسه انه يشوف، يكشف مع طبيب العيون، يتاكد انه ما عنده هذه المشكله. يعني الثلاث فئات اللي ذكرتيهم هم اللي يجب انهم يكون عندهم كشف دوري. طبعا في فئات اكثر، طبعا في ناس مثلا احد تلقى اي ضربه او اصابه على العين، هذول يكونون معرضين برضو الاصابه بانواع ثانيه من الجلوكوما، لانه الجلوكوما هي كلمه كبيره تشمل انواع كثيره من في انواع تجي تصيب الاطفال جلوكوما خلقيه، في انواع تصيب لا تجي مثل ما قلنا على عمر الشباب، في عمر بعد الأربعين. ففي الفئات من الفئات هذه الإصابة بالعين، إذا في أحد جاته بإصابة بالعين يحتاج أنه برضو يتأكد من هذا الموضوع، حتى لو كان يعني في أي عمر كان، حتى لو بعد 10 سنوات من الإصابة ممكن أنه يصاب من أنواع المرضى. طيب دكتورة، في بعض الأمراض يعني نعرف أنه دائما نسمع أنه مرضى السكري يؤثر على طبعا السكري في المراحل المتقدمة، طبعا في المراحل المتقدمة ممكن أنه يسبب نوع من أنواع الجلوكوما، لأنه السكري مثل ما احنا عارفين إذا ما صار عليه كنترول ومراقبة ممكن أنه يأثر على جميع أعضاء الجسم المهمة، منها الكلى ومنها أطراف الأعصاب ومنها العين. تأثيرها على العين ممكن أنه يسبب نوع من أنواع الجلوكوما اللي تحتاج برضو إلى علاج. طيب إيش السلوكيات اللي ممكن تؤدي إلى تلف العصب
وفقدان البصر. هذه نتوجه فيها لمرضى الجلوكوما نفسهم. احنا نلاحظها كثير مع مرضى الجلوكوما، ياخذونها كتشخيص بظنا منهم انها مده عرضيه، عرض ممكن انه يتعالج، ياخذون فيه لقطرات فتره بسيطه ويتركونها وينسون الموضوع. لا، احنا لازم مريض الجلوكوما هو غالبا حيعرف مع الزيارات المتكرره، بس احنا نقولها في اسبوع للجلوكوما انه المريض هو مرض تقريبا في اغلب الحالات مزمن، يحتاج الى علاج مده طويله، ويحتاج ان المريض يلتزم بالعلاج التزام دقيق جدا. حتى لو كان ظنا من استهانة انه قطرة مثلا انه يستخدمها مرة بالاسبوع، هذا الشيء مزعج، لانه في تلف قاعد يصير المريض ما يحس فيه. هو يظن انه مثلا لو استخدم القطرات فترة ما شاف تحسن بالنظر، يظن انه خلاص ما اثرت. لا، هو ما يدري ان هي القطرة حماية بتحافظ على النظر اللي موجود عنده حاليا، لانه مرض الجلوكوما مرض يتدهور إذا ما عولج وإذا ما صار فيه متابعة دورية. بيصير فيه تدهور في النظر، والتدهور هذا في النظر للأسف أنه ما له علاج. يعني إذا فقد في المجال البصري، هو مشكلة الجلوكوما، عشان كذا احنا نقول مرض صامت أو سويرق، ما يأثر على النظر المركزي، المريض ما يحس، هو يفقد النظر من أطراف المجال البصري. فهو ما ينتبه أنه قاعد يفقد جزء من النظر إلا إذا وصل إلى مرحلة جدا متقدمة، وصل إلى المجال البصري اللي هو أمامه. فالمشكلة أنه إذا وصل لهذا المرحلة إحنا ما نقدر نعالجه، يعني ما نقدر نرجع اللي راح. فهذا المشكلة اللي إحنا نحتاج نوعي لها مرضى الجلوكوما في حالات مبكرة، أنهم يحتاجون يلتزمون بالعلاج بالقطرات، والالتزام بسيط جداً مقارنة بالنتيجة اللي راح يحصلون عليها. يعني اللي أفهم الدكتورة أنه العلاج منه هو السيطرة على الحالة المرضية للجلوكوما، فإذا جيت وأنت في أول حالات أنت سيطرت عليه واستمرت بهذا، يعني خلينا نقول المدى من التأثيرات للجلوكوما على العين. بالضبط. هذا هو المقصد. بالضبط. فكل ما تأخر الوقت كل ما صارت النتيجة أسوأ. بالضبط، وهذا اللي إحنا نحرص عليه، إن إحنا نسوي توعية للجميع. أي أحد عنده الجلوكوما تشخصت في مرحلة مبكرة يتلاحق عليها بالعلاج، إذا التزم بالعلاج إن شاء الله أنه يعني يحافظ على النظر أطول مدة ممكنة، يعني يمكن ما يحتاج أنه يفقد المجال البصري، ولا يحتاج أنه لا سمح الله يدهور فيه النظر. بالنسبة للعلاج المتعارف عليه، يمكن كل حالة حيكون لها علاج طبعاً. ولكن طبعا يعني في هل ممكن يكون في جراحة، هل هي طبعاً فقط قطرات طبعاً. أعطينا كيف فكرة عن العلاج. علاج الجلوكوما يعتمد على حسب الحالة، مثل ما قلنا الحالات مثلا الجلوكوما الخلقية غالبا علاجها يعني الجراحة، لأنه يولد الطفل بالمشكلة هذه، فيحتاج أن احنا تدخل جراحي، والمتابعات الدورية هذه يحتاج إلى متابعات تقريبا شبه ربع سنوية. مدى الحياة طبعا. الناس اللي تتشخص في مراحل مثل ما قلنا الأنواع الثانية اللي هي مثلا الجلوكوما الزاوية المغلقة، جلوكوما الزاوية المفتوحة، هذول متى ما تشخصوا علاجهم بسيط جدا، بعض الأحيان يحتاج إلى قطرة واحدة، نوع واحد من القطرات، إذا استمر عليها مدى الحياة بتحافظ له بإذن الله على النظر. بعض الحالات المتقدمة مثل ما قلت لك نتيجة الإهمال، مثلا لو أعطينا المريض نوع أو نوعين أو حتى ثلاث أنواع من القطرات، في بعض المرضى هو موضوع صعب شوي أن يلتزم المريض بالقطرات هذه الفترة طويلة، ولا يمكن السيطرة على ضغط العين، اللي طبعا الجلوكوما هو جزء من أعراضه اللي هو ارتفاع في ضغط العين. في هذه الحالات نضطر ان احنا ندخل لموضوع الجراحة، بس ما هو الخيار الأول، هو يعتبر الخيار الأول في حالات محدودة جدا الجراحة. جيد دكتورة، بس برجع نقطة انه والله هناك فئات معينة يجب انها تروح بشكل دوري بعد الأربعين، او من تعرض للضربات او غيرهم مما ذكرتهم، معقولة ما في أي إشارة حتى لو كانت خفيفة تستدعي أنه والله يكون هناك وقاية أزور طبيب للعيون؟ للأسف، عشان كذا مثل ما قلت لك الموضوع عالمي، والموضوع إحنا حريصين عليه كأطباء العيون وكأطباء الجلوكوما بشكل خاص، أن إحنا نوعي كل سنة في مارس نكون نشطين جدا. يعني الحين في هذا الأسبوع غالبا في جميع أنحاء المملكة، في جميع الـ 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 المؤسسات الطبية، حتلاحظ أنه في إيفنت أو في فعالية للتوعية بهذا المرض، لأنه هو مثل ما قلت لك مرض صامت، ممكن أنه يصيب. وأنا يعني يجوني مرضى بالعيادة في حالات جدا متقدمة ما هم عارفين، ويكون يعني الانطباع جدا سيء لأنه ما في أعراض.
أنا نسيت فقرة من الفقرات اللي ممكن تؤدي إلى الجلوكوما. الإنسان طبيعي جدا الكورتيزون، دواء الكورتيزون. الكورتيزون بأي شكل من أشكاله، سواء كان كريم أو سواء كان قطرات أو سواء كان بخاخ، بعض الأحيان المرضى يستخدمونه ولا يعرفون المشاكل اللي ممكن قد تسببه. يعني ممكن يجوني مرضى شباب في عمر الشباب صغار جدا، يكونون مثلا مستخدمين قطرة الكورتيزون لفترة مطولة، تكون موصوفة لهم مدة مثلا 10 أيام، ولكن يستخدمونها مثلا لمدة شهرين بدون ما يعرفون، هم ظنا منهم أنها قطرة، يعني ما يتوقعون أنها ممكن تؤذي المصابين بالأمراض التنفسية والجيوب الأنفية. هذول يمكن استخدامهم طول العمر، يطولون على موضوع العلاج الكورتيزون، ما يجي في تصورهم يعني. أن ممكن الكورتيزون يسبب مشاكل ثانية غير المشاكل اللي هم يعانون منها. فالكورتيزون أي أحد يعني يستخدمه سواء بشكل علاجي أو بشكل مؤقت يحتاج برضو أنه يتابع، يشوف طبيب العيون، يشيك على ضغط العين، يشيك على عصب العين، يتأكد أنه ما عنده موضوع الجلوكوما. وطبيعي كمان أنه الواحد يمكن بيسهى عليه هذا الشيء، أنه ما بيبلغ الدكتور أنه عندي حالة في العائلة، أنه أنا مثلا بستخدم نوع من أنواع القطرات. يعني دائما الواحد مع الطبيب يكون صريح وشفاف عشان يعرف الطبيب يساعده. شكرا جزيلا لك استشاري الجلوكوما والماء الأبيض في مدينة الملك سعود الطبية دكتورة فاطمة العطية. الله يسعدك. أنا يمكن حابة بس أنوه أن إحنا عندنا فعالية تحت إشراف الجمعية السعودية لطب العيون الموجود بالرياض، أن عندنا اليوم وبكرة في مجمع الحياة مول، حيكون من الساعة 5 إلى الساعة 10، حياكم الله. اللي يبي يجي يشوف، حنكون هناك مجموعة من الاستشاريين يشرفون على الفحص وجميع الأجهزة متوفرة، ونحاول نوعي أكبر قدر من الناس على الموضوع. إن شاء الله يجونكم خصوصا المهتمين، وأيضا اللي ذكرتهم من الفئات اللي يحتاجون الكشف الدوري. شكرا جزيلا لك دكتورة. يعطيكم العافية. يعطيك العافية دكتورة.